صب الشاي ده حورس واظبط كوبايه هوجن جامد. كم معلقه سكر؟ اي حاجه. وكم حبايه؟ نيه نيه حبيبي يا هوجن، منورنا. شكرين يا اخوي حبيبي. تعرف وربنا انا ما صعبان عليا غير انك هتمشي كده من غير ما نجيب لك حقك من البنت اللي اسمها ورده دي. انا مش عايز فلوس من يمتكم. بقول لك ايه يا لطفي، انا هقوم امشي. تقوم تمشي تاني ترزق ترزق ترزق. اقعد. وانا ايه دلعتك فهتتمرع ولا ايه؟ ماشي ماشي، انا هشرب الشاي وامشي زي ما قلنا. طيب ماشي. السلام عليكم. اقعد اقعد. بتعمل ايه؟ بقعدك اهو كان اقعد عشان عايزين نتكلم. اقعد اني لوحدي. احكي لنا بقى كده، احكي لنا حكايه الاثارات والحاجات دي. وامشي وهتور 60 داهيه بس. احكي لنا كده من طقطق لسامعلي. ابا بهلول هو السمسار الكبير اللي ما بين الاهالي اللي بيحفروا تحت ارضهم والتجار الكبار اللي بيدفعوا بالملايين. في ايه ورايا؟ في ايه؟ في قطر جاي علينا. ايه؟ خلاص خلاص. ما في قطر جاي علينا. مفيش حاجة. هوجن 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 هوجن. مفيش حاجة مفيش حاجة. في ايه؟ في انت حطيت ايه؟ بس بس اهدى اهدى اهدى. اه كمل. وبعدين في ايه؟ أبا بهلول والأثارات أبا بهلول كان بيشتري الأثارات من الأهالي بتراب الفلوس ويبيعها بالملايين، وكان مغطي شغل الأثارات بشغل الموالد، وخدني أشتغل معاه في الموالد بس مش في الأثارات، عشان كان بيقول علي بجم. طبعا. إيه؟ إيه يا هون؟ إيه؟ مفيش حاجة. اروعي. ايه ده؟ بالراحة بالراحة. ايه ده؟ مفيش حاجة. بس 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 مفيش حاجة. خلاص اللي داخل علينا ايه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. هوجن بالراحة 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 بالراحة. معلش يا لهوي حالي. معلش انا هقوم امشي. بالله انا همشي. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ايه؟ لطفي. لطفي ازيك يا لطفي؟ الله وحشني. وانت كمان. وانت كمان. ازيك يا حورة؟ انت فين يا هوجن؟ انت فين؟ وحشني يا اخي. انت كمان وحشني. بس 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 وحشني. معلش معلش. اقعد انا جاي ولا ماشي؟ ايه ده انت لسه جاي؟ احنا كنا لسه جايين في ستك وكنا مستنيينك. اقعد بس. انا مالي؟ لا اقعد. انت حلو قوي. انت حلو انت حلو. انت صحيح ما حكيتليش حكايه ورده. ماني جاي لك في الكلام. معلش انا اسف. انا جاي. انا مش جاي لك في الكلام. انا اسف. انت بتقاطعني ليه؟ انا حيوان. معلش انا اسف. ورده دي يا سيدي ابو بهلول شافها في مولد السيده نفيسه، حط عينه عليها واتجوزها وبقت تالتني، ومن يومها بنلف في الموالد. وكان داخل ابو بهلول شيله كبيره مع الورداني يجي 30 تمثال. ايه فيا انا بقى؟ طيب هوجن. ايه هوجن؟ ايه انت كويس؟ لا. طب انت ما في ايه مبرق لك كده؟ مش عارف. طب لو مش عايز تكمل ما تكمل. لا انا هكمل. خلاص مهلوش لطفي. انا لازم اكمل. خلاص ماشي كمل ماشي. وبعدين ورده وزيته. ايوه. قالت له يلا نهرب. ايوه. وهو سمع كلامها. اه. وهرب. ومن يومها ما هودناش ناحيه الصعيد. اه تمام ده كويس. ما هودناش ناحيه الصعيد. معلش ما هو ده خير برضه. ما هودناش ناحيه الصعيد. طب انا اعمل ايه بقى؟ يعني انت حطيت له ايه؟ حطيت له كام حبه؟ انت اللي قلت اتنين. يا نافوخي. معلش بس روق روق. والله الواد هوجن ده عيل غلبان واتلط في حوار ابن حرام. حوار ايه؟ هو عبيط اه بس مش كذاب. هو بقول لك بهلول دخل السجن وورده معاه فلوس قد كده. لازم هو لازم نوصل لورده دي. نلاقي ورده فين؟ هندور على ورده وسط 100 مليون بني ادم؟ وماله؟ ندور عليها وسط 100 مليون بني ادم؟ مش يمكن نطلع ب 100 مليون جنيه؟